kirim pirsa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talamidhil a'izza, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamajina al-ra'i. Nuhibbu al-arabiyya. نحب العربية نحب العربية نحب العربية نحب العربية. كيف حالكم جميعا؟ أسأل الله تعالى أن تكونوا في صحة جيدة. طيب، أنتم ستبقون معنا في حلقتنا اليوم، الحلقة الجديدة لتعلم اللغة العربية للسنة الثالثة. فأنا أزهار الوسيم أقدمكم لهذا البرنامج الممتع.
لقد سمعنا قبل قليل أغنية جميلة وعنوانها هيا نحافظ على نظافة السكن. إذن ما هو موضوع درسنا اليوم؟ طبعاً هيا نحافظ على نظافة السكن. قبل أن نواصل درسنا اليوم، هيا نتعرف إلى معيار التعلم المطلوب. أولاً، أنتم تقدرون على الاستماع إلى الكلمات من الأسماء والأفعال والتراكيب والجمل والاستجابة لها حسب المواقف. ثانياً، أنتم تستطيعون نطق الكلمات والتراكيب والجمل نطقاً صحيحاً واستخدامها شفهياً حسب المواقف. حسناً، الآن سنستمع إلى الأسماء والأفعال المتعلقة بموضوعنا ثم سنرددها. لاحظوا يا تلاميذي أن جميع الكلمات مكتوبة في المربعات الملونة الخاصة، فالاسم ملون باللون الأزرق، وأما الفعل فهو ملون باللون البنفسجي. الكلمات، هل أنتم مستعدون؟ نعم، هيا نستمع ونردد الآن. الاسم، جار، جار، سكان، سكان، بيئة، بيئة، نواميس، نواميس، وباء، وباء، مجاري، مجاري، ندوة، ندوة، مشروع، مشروع، تدوير، تدوير، زجاج، زجاج، بلاستيك، بلاستيك، جرائد، جرائد، مجلات، مجلات، كرتونات، كرتونات، وقاية، وقاية، حماية، حماية، تخدير، تخدير، توعية، توعية، احتراقات، احتراقات، نظيفة، نظيفة. قد انتهينا من الأسماء، فما رأيكم الآن ننتقل إلى الأفعال؟ الفعل، يعتني، يعتني، يخرب، يخرب، يحافظ، يحافظ، يعي، يعي، يقي، يقي، يحمي، يحمي، يفصل،
يفصل يجمع يجمع ينصح ينصح يزرع يزرع يرمي يرمي يحرق يحرق يشجر يشجر الحمد لله شكرا على حسن انتباهكم قد انتهينا من الأسماء إلى الكلمات المهمة لموضوعنا اليوم الآن يا تلاميذ الأحباء هيا نأتي إلى النشاط الأول ماذا تسمع؟ ماذا تسمع؟ من خلال هذا النشاط تعالوا نحدد الكلمة الصحيحة التي توافق الكلمة المنطوقة من قبل أنا مستعدون؟ هيا نبدأ استمعوا جيداً إلى الكلمة ثم اختاروا لوناً صحيحاً للكلمة المذكورة طيب هيا نستمع إلى الكلمة الأولى يعتني يعتني أيهما صحيح؟ الأخضر أم الأصفر؟ ماذا؟ مرة أخرى؟ نعم صحيح لونه أخضر أحسنت إجابتك صحيحة ممتاز طيب هيا نستمع إلى الكلمة الثانية يزرع يزرع أيهما صحيح؟ الأخضر أم الأصفر؟ ماذا؟ مرة أخرى؟ نعم صحيح لونه أصفر أحسنت إجابتك صحيحة مبارك طيب هيا نستمع إلى الكلمة الثالثة يحمي يحمي أيهما صحيح؟ الأخضر أم الأصفر؟ ماذا؟ مرة أخرى؟ نعم صحيح لونه أخضر أحسنت إجابتك صحيحة جيد طيب هيا نستمع إلى الكلمة الرابعة يفصل يفصل أيهما صحيح؟ الأخضر أم الأصفر؟ ماذا؟ مرة أخرى؟ نعم صحيح لونه أصفر أحسنت إجابتك صحيحة ممتاز طيب هيا نستمع إلى الكلمة الخامسة ينصح ينصح أيهما صحيح؟ الأخضر أم الأصفر؟ ماذا؟ مرة أخرى؟ نعم صحيح لونه أصفر أحسنت إجابتك صحيحة مبارك طيب هيا نستمع إلى الكلمة الأخيرة يشجر يشجر
أيهما صحيح؟ الأخضر أم الأصفر؟ ماذا؟ مرة أخرى؟ نعم، صحيح، لون أخضر. أحسنت، إجابتك صحيحة. ألف مبارك. طيب، أحسنتم، قد انتهينا من النشاط الأول، والآن يا تلاميذ الأعزاء، هيا نستمر بالنشاط الثاني. أيهما صحيح؟ يا تلاميذ الأحباء، انظروا إلى الشاشة، هناك مجموعتان معروضتان باللونين المختلفين، اختاروا منهما الإجابة الصحيحة. مستعدون؟ هيا نبدأ. استمعوا جيدا واستعدوا لاختيار الإجابة الصحيحة. هيا نبدأ. أولا، البيئة النظيفة، سكان ماليزيا. أيهما التركيب الإضافي؟ أحسنت، سكان ماليزيا هو التركيب الإضافي. ثانيا، ندوة اللغة، المشروع المهم. أيهما التركيب النعتي؟ ندوة اللغة؟ لا، الإجابة خاطئة، الصواب المشروع المهم. ثالثا، حماية السكن، الكرتونة الكبيرة. أيهما التركيب النعتي؟ نعم، الإجابة صحيحة، الكرتونة الكبيرة هو التركيب النعتي. جيد. رابعا، المجلة الصغيرة، تخدير المدرسة. أيهما التركيب الإضافي؟ أحسنت، تخدير المدرسة هو التركيب الإضافي. خامسا، الوباء خطيرة، الوباء الخطيرة. أيهما الجملة المفيدة؟ نعم، الإجابة الصحيحة، الوباء خطيرة هي الجملة المفيدة. مبارك. وأخيرا، يحافظ التلاميذ على النظافة، التلاميذ يحافظ على النظافة. أيهما الجملة المفيدة؟ التلاميذ يحافظ على النظافة؟ لا، الإجابة خاطئة، الصواب يحافظ التلاميذ على النظافة. إذن انتهينا من النشاط الثاني، فهذا النشاط مهم في تمييز بين التركيبين وفي فهم الجمل المفيدة. وبهذا أكملنا درسنا اليوم، وأرجو أنكم قد استوعبتم جيداً. لا تنسوا موعدنا في الحلقة القادمة، ونترككم بالأغنية التي سمعنا في بداية برنامجنا. تأملوا معاني الكلمات في الأغنية، وطبعاً لابد أن تحاولوا حفظها.
وأخيرا يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة لإجابة الأسئلة المكثفة عن درسنا اليوم. شكرا جزيلا، مع السلامة وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. See you.